بالنسبة للأغاني، أغاني حتى الحظ موجود في الأغاني، يعني ممكن غنوة لها حظ وغنوة ملهاش حظ. أفتكر في غنوتين أستاذ عبد الوهاب محمد كتب الغنوتين، وكان لي شرف تلحين الغنوتين، وأحمد سامي غنى الغنوتين، ومع ذلك غنوة انشهرت وغنوة يعني أنا شخصيا ما سمعتهاش، يعني بعد ما سجلناها ما سمعتهاش. الغنوة اللي انشهرت اللي هي وشك حلو عليا، انسمعت كويس جدا. أما الغنوة التانية بقى يمتها لي كلام حلو ولحن حلو، ليه ما نجحتش؟ مش عارف، ممكن نشوف. شوف يا حبيبي لما يكون في عندك ريحة الشك في حبي، اهجر احسن قبل ما نار الشك تضيع منك قلبي. شوف يا حبيبي لما يكون في عندك ريحة الشك في حبي، اهجر احسن قبل ما نار الشك تضيع منك قلبي. وانا ما اقبلش تكون ويايا وانت ظنونك ماشي ورايا، وانا ما اقبلش تكون ويايا وانت ظنونك ماشي ورايا. مرضاش ابدا 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 ابدا, أبداً.